هذا أي أي باب؟ باب من تبرك بشجر أو حجر أو تربة أو بعض الأشخاص بركاتك يا سيدنا الشيخ، أو المسجد النبوي، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبور الصحابة، البقيع، أحد، بدر، حدث ولا حرج. طيب التبرك يقول ينقسم إلى قسمين، مشروع ممنوع وانتهينا، مشروع والممنوع شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. المشروع إما أن يكون التبرك بأمر شرعي أو التبرك بأمر حسي محسوس. تمام، هذا الأخ قال أنا منذ أن جئت المدينة ما أصلي إلا في المسجد النبوي أو قباء. لماذا؟ قال لأن الصلاة في المسجد النبوي بركة. أي بركة؟ قال الصلاة هنا بألف صلاة. تمام، وأين تطلب العلم؟ قال في المسجد النبوي. لماذا؟ قال طلب العلم في المسجد النبوي بركة، من أتى إلى مسجد هذا لعلم يتعلم ويعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. والشيخ انتقل إلى المدينة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له فيها قرارا. لماذا؟ قال سكن المدينة بركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. تبرك إيش؟ مشروع شرعي. يشرب زمزم، لماذا؟ قال الزمزم ماء مبارك لما شرب له، طعام طعم والشفاء السكر، نص صحيح. تمام، أرض فلسطين أرض مباركة صحيح، أين باركنا حولها. تمام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذرية مباركة. تمام، هذا تبرك بأمر شرعي، التبرك بأمر حس. الجامعة الإسلامية والله جامعة مباركة، ليش؟ لا تذهب إلى أي بلد من البلدان إلا وتجد أغلب من يشتغل في الدعوة وأئمة المساجد خريجي الجامعة الإسلامية بفضل الله، مع الانتقادات وكذا، ولا يسلم صح. كتب الأئمة الأربعة وضع الله في علمهم بركة، نعم تبرك محسوس. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب أئمة الدعوة النجدية مباركة صح، تبرك محسوس ملموس. نعم، لكن يأتي بعض الناس ويتمسح يقول بركاتك يا سيدنا الشيخ، تبرك ممنوع، يتمسح في جدران المسجد النبوي بالباب بالحجرة النبوية بتربة أحد، تربة البقيع. أحد لا يغني عن أحد شيئا، ولو كان يغني عن أحد شيئا لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، شج عند أحد وقتل الصحابة عند أحد وعند بدر صح. الذي يغني هو التعلق بالله لا بغيره. تمام، إذا تبرك مشروع، تبرك ممنوع. طيب هذا يبقى امسح على الحجر الأسود، يمسح على نفسه وعلى أولاده. الحجر الأسود حجر يضر ولا ينفع، لا نتبرك بالتمسح به، التمسح بالحجر الأسود شرك أصغر. أنا لا أقول هذا، علماء يقولوا هذا. نتبرك بماذا؟ باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقبل ونعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع، هذا تبرك مشروع. أما تمسح هكذا وعلى نفسك، وبعض الناس يأخذ الشماغ ويأخذ الملابس ويمسحها في جدران الكعبة، هذا تبرك ممنوع شرك أصلا. لابد نحذر الناس من هذا.